وسط جدران وأسقف متهاوية، اختارت الفلسطينية شيرين أحمد العيش بين أنقاض منزلها الذي دمره الاحتلال الصهيوني في خان يونس. فبدل العودة إلى مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، قررت هذه السيدة إعادة تهيئته مستعينة بالبطانيات والبلاستيك لفصل الغرف غير آبهة، بما سيفعله الاحتلال بهم مجدداً. كان عندي 3 غرف، وكان عندي حمام ومطبخ وصالون. راح المطبخ، راح الصالون، الغرفة البنات كله تدمر، بس أنا سترت حالي بحالي زي ما أنت شايف كيف أنا سترت حالي، والحمد لله أني بطبخ ومكيف وعايش وكأنه ما في حرب عندي أصلا. حجم الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني لم يثني عزيمة الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم، فرغم استمرار القصف وانعدام أبسط ضروريات الحياة، يتمسك هؤلاء بقرار الرجوع إلى خان يونس. والله إحنا ثابتين، يرجع والله ما يرجع، ثابتين في مكاننا، لأنه تعبنا من التشريد 7 شهور، إحنا مشردين ومبهدلين في المخيمات، فأصرينا نرجع على المكان تبعنا على أنقاض بيتنا، نعمل خيامنا ونقعد. دمرنا بشكل تام سياراتنا، دمرت سيارتك ومشاريعها قبل الحرب بشهر زي ما أنتم شايفين، ما فرحتش عليها. الله بيعلم كيف أنا لميت حقها للسيارة وكل شيء تدمر. استمرار الاحتلال الصهيوني الغاشم في مخطط التهجير قابله صمود قوي من شعب فلسطيني رفع شعار التحدي في رسالة صريحة مفادها ندفن تحت أنقاض منازلنا ولا نترك أرضنا للكيان المحتل.